عليها. هنشوف استاذ علي الشبراوي من الشرقيه. استاذ علاء الشبراوي من الشرقيه. استاذ علاء اتفضل. بخير يا قلبي، تحياتي لحضرتك وكل مشاهدي قناه دريم والاعلامي المحترم كاشف الحقيقه للشعب المصري. الله يخليك، الله يخليك. وطبعا انا بقول لك مقوله الله يرحمه ياسر عرفات: يا جبل ما يهزك ريح. وانا عاوز اقول على الهواء مباشره ان لولا البرنامج العاشره مساء ولولا الاعلامي المحترم وائل الابراشي في كشف الحقيقه عن مستشفى الحسنيه ومستشفى جزيره سعود ومستشفى منشاه ابو عامر، ما كانش ده الحال في جميع المستشفيات. الاستاذ وائل الابراشي ليس له مطلبا خاصا، ولكن يأن في نفسه انه يشوف اخواته المصريين نايمين في الشارع، وزي ما شفنا اطفال. الاستاذ وائل الابراشي انا مش انا اللي هقول عليه النهارده، انت عمرك ما جبت اي مشكله يا استاذ وائل الا لما يكون ليها رد فعل من الساده المسؤولين. وده يعني انا بقول للدكتور عليا عبد الرحمن محافظ الجيزه، بدل ما تقول الاعلام اللي هو كشاف الضوء وكشف المستور المفروض تسكن الناس دي. وحضرتك يا استاذ وائل مش يعني انا بقول على الهوا ان حضرتك دايما كشفك للحقائق وكشفك للمستور ده انت مع الشعب ومنحاز للشعب. وتعرضت قبل كده في حكم الرئيس مبارك والدكتور بطرس غالي، تعرضت ايضا للمحاكمه القضائيه. الله يخليك يا استاذ علاء. انا اللي يهمنا هو انه بس يتم تفاعل المواطنين معنا لمحاوله التكاتف لحل ازمات ومشاكل الناس. عاوز اقول حاجه اخيره بناشد فيها كل المحافظين وعلى راسهم الدكتور سيد عبد العزيز محافظ الشرقيه، ان مركز الحسنيه لا يتخير جزءا في فساد محليات وفساد في الصحه وفساد في كل حاجه. ما فيش مسؤول النهارده بنشوف في الشارع. اللي زعلك يا وائل بيه ان انت بتشوف الدكتور المهندس ابراهيم يحلب رئيس الوزراء في الشارع وسياده المشير عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه، وتلاقي الرؤساء الاحياء ورؤساء المدن قاعدين في التكييفات وبياكلوا جوافه وعنب اقسم بالله وبيتفوروا حاجات من دي. فالدكتور علي عبد الرحمن اكيد قاعد في مكتبه ومش شايف الناس دي، بدل ما يدور هل يرضى على حفيده ان هو ينام في الشارع زي الاطفال اللي احنا شايفين على الشاشه، هل يرضى على ابنائه واخواته ان هم يناموا في الشارع زي يا استاذ وائل؟ انا بقول يا استاذ وائل الشعب بيقول لك استمر، وانت عنا وانت الكشاف بتاع الشعب المصري كله. وطبعا انا يعني انت تعرضت لمهانات كتير، واخر وقعه كانت بتاعه بطرس غالي اللي وقفت فيها قريبه العقاريه وتعرضت للحبس، يعني تعرضت لحاجات كتير. وبناشد حضرتك يا استاذ وائل ان ايضا في فساد في مركز الحسنيه وقرى مركز الحسنيه ابو شميس والحتت دي كلها فساد، والناس محرومه من الرعايه الصحيه. والدكتور سعيد عبد العزيز يمر مرور الكرام على بعض المستشفيات المهجوره من زمن 2004 وكله عاوز يطبل للسلطه. وانا عارفك ان انت ما بتحبش تطبل لحد، الكويس بتقول عليه كويس والوحش بتقول عليه وحش. وما فيش حد شغال عندنا في الشرقيه وفي مركز الحسنيه غير رؤساء المباحث وغير الناس اللي هي في الشرطه. وللاسف بنتعامل مع الارهاب بمعامله امنيه وليس معامله فكريه من بعض شيوخ السلطه اللي قاعدين على الكراسي ما عندهمش فكر. لا في يعني كل ما يتعلق بفساد المحليات والاحياء في كل المحافظات هنحاول بس نتصل بك ونشوف ازاي ممكن. انت بتقول بعض المناطق فيها في الشرقيه مركز الحسنيه وبحر البقر يا استاذ وائل، والمناطق دي محرومه من ميه الشرب، محرومه مستشفيات مهجوره من حوالي 10 سنين مهجوره ومكلفه الدوله ملايين ما فيهاش اجهزه. مستشفى 2 بحر البقر، مستشفى جزيره سعود قابله حوالي من 2004 مهجور ما فيهوش الاعمده خرسانيه، مستشفى منشاه ابو عامر، بعض المستشفيات والوحدات الصحيه ما بيتصرف لها علاج على الورق وما فيهاش اصلا دكاتره بتروح هناك. الناس هنا في بحر البقر اللي المفروض طيب. كان نتكلم عليها في المذبحه ومدرسه بحر البقر ان شاء الله هنكون هناخد التليفون يا استاذ علاء، وفي الشرقيه هنتابع. واحنا يا استاذ وائل احنا بنقول لك ربنا يكرمك في اولادك وربنا الله يخليك. استاذ علاء الف شكر. استاذ علي عبد الله من المهندسين. استاذ علي اهلا بيك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل استاذ علي. السلام عليك يا استاذ. الحمد لله تمام الحمد لله. اتفضل. وائل باحترام جنابك هو سيد المحافظ الجيزه، احنا كل يوم خط فيصل والهرم وشارع السودان مع احترامي ليك سايب بوتيكات وسايب موقف ميكروباصات وسايب لي مع احترامي ليك بياعين متجولين في نص الشارع، الممر المشاه بيعدي في نص بس، ولو اتكلم راجل محترم يتضرب في الشارع. هو حضرتك شارع جامعة الدول كله هدي كافيه في جنب شهاوة وجنب معرفش ايه الحي
من قيمه كام يوم وسايب جامعه الدول الميكروباصات قافله الشارع. احترام الجنابك محافظ الجيزه الزباله اللي هم بتوع الزباله اللي بيلموا الزباله اللي نافعه وبيرموا الزباله ويلوثوا الشوارع، فين هو السيد المحافظ؟ انا عاوز اشوف الدكتور علي عبد الرحمن ده مره نازل في الشارع بيعمل حمله مكبره مع سيد مدير الامن وفي شايف المهزله اللي في الشارع، الناس المحترمه يقف في نص الشارع ويحمل ميكروباصات في شارع السودان عند مقار في ظهر نادي الجامعه، شارع السودان عند المزان بولاق دخرور الكبكات. ايه الفوضى شارع احمد عرابي اللي كله بقى حاجه خطيره مش عارفين نمشي ولا وتحرك والزباله كلها مرميه في كل حته في البلد. طيب استاذ علي بتوجه لك بالشكر، يبدو انه الاعلام هيكون هو السبب. عموما هنحاول انه كل من يستطيع ان يساهم في اغاثة المنكوبين من ضحايا سقوط العمارة في البدرشين، مش هننتظر الحكومة او المحافظ. يعني ان شاء الله هنتلقى تليفوناتكم بعد الفاصل وهنستقبل الشباب الذين التقى بهم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالامس عشان نسال ما الذي قاله لهم الرئيس السيسي، ايه هي اهم الملاحظات التي سجلوها، المشكله التي نعاني منها حتى الان وهي عدم القدره على ادماج الشباب في الحياه السياسيه وفي العمل التنفيذي حتى الان، وهنتلقى اتصالاتكم ايضا.